إكرام، كيفاش كتشوفي الكرة النسوية بصفة عامة داخل المغرب؟ الحمد لله الكره النسويه زعما اون كومباريزون بشحال هادي الحمد لله دابا كاين واحد لو ديفلوبمون كبير سورتو فاش كتشوف كره القدم النسويه انها ولات كتميتاجيزا الحمد لله كتسبورتا من قنوات رياضيه اللي هي كبيره دونك الحمد لله كنشوفوا المغرب اللي هو الي اون بلان ديفلوبمون فهاد لو سونس كو سوسوا او نيفو دي فورماسيون كو سوسوا او نيفو ديال لو ريكروتمون كو سوسوا او نيفو ديال اللعابات وباغافون كنا كنشوفوهم غير في المغرب مي اكطوالمون ولاو كيبهرونا بلو نيفو ديالهم حتى او نيفو انترناسيونال دونك الحمد لله كنتفائلوا خير في هذا لو دومين ديال لو فوتبول فيمينين يعني اكيد كيف ما قلتي كنتفائلوا خيرا والمنتخب الوطني النسوي عنده كاس العالم ان شاء الله اللي منظم في استراليا ونيوزيلندا يعني كيفاش كتشوفي يعني واش عندك الثقه الكامله في المنتخب الوطني النسوي وغادي صراحه غادي يواجه المنتخبات الكبار ان شاء الله نتمنى وليه الخير كاين ان تري بون نيفو من عند لي جوور سمع واش سير 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 دابا فيرسون فيمينين ماشي غير المنتخب بوتيتر ليكيب فيمينين ما كاين الحمد لله حتى الاو 17 اللي تكاليفيو بوغ لا بروميير فوا لا كوب دو موند في الهند لعبوها دابا لي او 20 اللي يلاه شفنا لو ريزولتا ديالهم 3-0 مع بيان سور بيان سور دونك الحمد لله نتمناو خير ليهم كاين ان تري بون نيفو وان شاء الله يكون ان تري بون ريزولتا باذن الله واللي داروها زعما راه سي ان اكسبلوا